مساحة مليانة بالأماكن الدينية والأثرية، المسجد الأقصى، قمة الصخرة والمتحف الإسلامي. تعالوا نتعرف عن قرب بحلقة جديدة معي أنا لانا كلغاصي من عيش العاصمة. المتحف الإسلامي في القدس تأسس سنة 1923، حتى قبل المتحف الفلسطيني اللي موجود هلا في القدس أو بنسميه روكفلر. والمضبوط التأسيس هذا أتى أو جاء بعد ما التعميرات والترميمات اللي جرت المسجد الأقصى والمنطقة قبة الصخرة، وهناك كان العديد من البقايا اللي كانت البقايا الفنية والتحف اللي كانت موجودة في المسجدين الأقصى وقبة الصخرة، وكان لازم يوجد مكان للحفاظ عليها، وبالتالي تم تأسيس المتحف بالأساس مش في مكانه الحالي اللي هو مكانه في الوقت الحاضر، كان قبل موقع آخر يعني، ومن ثم تم نقله في بعض متأخرا في الأربعينات إلى هذا المكان. وأهمية هذا المتحف أنه بيحتوي على قطع نادرة فقط من مخلفات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، وكذلك الهدايا واللي كانت تقدم من الملوك والخلفاء بالأحرى أو الحكام للمسجد الأقصى من مصاحف، من مباخر، فخاريات إلى آخره. وبالتالي هذه ميزته، القطع الموجودة فيه مش موجودة في مكان آخر في العالم. قبة الصخرة بحد ذاتها تحفة فنية معمارية مش موجودة في كل، ولا من عمل إشي قبل سابقها ولا راح تتكرر كمان مرة. هاي واحدة. اثنين، مسجد الأقصى كمان بناؤه من جهتين، بناء السفلي من أيام عمر بن الخطاب والعلوي من أيام الأمويين، وطبعا ترميمات وتصليحات مهمش مرت عليه لكن لم تغير من معالمه. المتحف الإسلامي هو جزء من المسجد الأقصى بعد ما صار يعني كان المسجد الأقصى هذا اللي احنا فيه بنشوفه اللي هو هلا 7 أروقة، كان 15 رواق، 7 على الجهة الغربية و7 على الجهة الشرقية، والباب الرئيسي الكبير في أيام الفاطميين أو الصليبيين تم حذف 4 أبواب من كل جهة. هلا المتحف الإسلامي هو جزء من هذا اللي تم حذفه اللي هو تم بناؤه بغير. لكن كمان عندك تحيط بالمسجد الأقصى أبنية اللي هو المنطقة اللي بتحكي عنها في الجهة الغربية والشمالية، عبارة عن مدارس وأربطة وتكايا وزوايا، وكلها موجودة وتعتبر معظمها بعود الفترة المملوكية حوالي 1300 قبل الميلاد وفما فوق، وبعضها يعود الفترة العثمانية. القدس تعني باور، تعني قوة. اللي بيسيطر على مدينة القدس هو اللي بيمتلك قمة القوة في المنطقة. سيدنا عمر بن الخطاب أجا استلم مدينة القدس في سنة حوالي 616 ميلادي، وبالتالي أصبح المسؤول الأول والأخير عن كل الدولة الإسلامية، وبالتالي القدس كانت عاصمة إسلامية، وضع فيها نظام إداري ومالي وديني، يعني قضاء من قضاء، ومن ثم أجا بعدي الأمويين والعباسيين، وبالتالي كانت هذه شبه العاصمة السياسية. القدس مركز الصراع، وبالاهتمام بمدينة القدس أمر مهم جدا، لأنه هذا بيعنينا على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية الآخر.